باشمهندس احمد، احنا هنا في قلب العاصمه الخديويه او القاهره الخديويه. تمام. اي مبنى من دول يصل عمره لاكثر من 100 سنه؟ أكيد. المكان نفسه أكيد. عمره حوالي 150 سنه تقريبا يعني. تقريبا. طيب لما جينا نطور هذه المباني عملنا ايه في الاول؟ حضرتك احنا جالنا تكليف من الدوله المصريه بان احنا نعيد الشيء لاصله واعاده القاهره الخديويه لمجدها اللي كانت موجوده عليه في العصور، وكان بيطلقوا عليها باريس الشرق. فالقاهره في وقت من الاوقات ايام العصر الخديوي كانت بيطلق عليها باريس الشرق. فلما جالنا التكليف، وكان التكليف كان مواجه من الدوله المصريه يعني ده في جهودها، وكان في اشراف علينا من محافظه القاهره ومن الجهاز التنسيق الحضاري. في البدايه خدنا وقت كبير قوي عقبال ما بدأنا، لأن بندرس وبنعمل اختبارات وأبحاث عشان نطلع للنتيجة المرجوة اللي ترضي الشكل ورجع الشكل إلى أصله يعني. طب إرجاع الشيء لأصله في مباني كانت أحياناً بيتم دهانها بطريقة عشوائية في الأول. أكيد. دي كانت مشكلة في الأول. دي كانت مشكلة في البداية، عشان كده بدأنا نعمل أبحاث ونعمل الدراسات بتاعتنا، واللي نعرف منها أولاً الطبقات واللايرز اللي موجودة على الواجهات دي كانت عبارة عن إيه. فكنا لازم نعمل الدراسات والابحاث. طبقات الدهنيات وطبقات البياض اللي تحت الدهنيات بتاعه الوجه. كان في طبقات كتير طبعا. وفي تعرف حضرتك مع توالي العصور فبدا الناس بتطمس بعض الزخارف المعماريه وبعض الشكل ورونق الواجهات. طبعا في مباني كتير كان فيها زخارف، كان فيها مكتوتات احيانا دي راحت مع الدهانات العشوائيه. مفيش مع اي واجهه من الواجهات المباني اللي تخص القاهره الخديويه ما فيهاش زخارف معماريه. العقارات القاهره الخديويه غنيه بالزخارف المعماريه. طبعا بيرجع الطرز الايطاليه والطرز الفرنسيه كلها. طب انت وصلت لاخر طبعه والطبعه الاصليه؟ طبعا وصلنا، وفريق العمل بالكامل كان تقريبا بيذاكر. رجعنا دايما للكتب التاريخيه القديمه اللي بتوضح فيها بعض الصور اللي بتوضح فيها الزخارف الموجوده وشكلها الاصلي كان ايه، وبدانا على هذا الاساس بقى. دي كانت اول خطوه. ده اول تحدي لينا. طب اظن يا باشمهندس التحدي الثاني ان احنا بنشتغل في منطقه مكتظه بالمره على مدار ال 24 ساعه. تمام. دي القاهره التي لا تنام يعني. اكيد طبعا. طول ما انت حضرتك شغال واحنا طبعا كنا تقريبا شغالين 24 ساعه طول اليوم. طبعا طول اليوم القاهره طبعا زي ما انت حضرتك بتقول ما فيش دايما في مرور مكتظ، السيارات مكتظه، المره اللي ماشيين في الشوارع، وكانت مهمتنا ان احنا نحافظ على كل دوت. فطبعا لما جينا نعمل الشده المعدنيه وكانت اتعملت على احسن الطرز واحسن وافضل درجه من السيفتي اللي اتعمل، شركه مولي العرب عملت يعني في عمل الشده المعدنيه عملت اكتر درجات الامان، اقصى درجات الامان، وكانت على اعلى مستوى عشان احافظ على المره، عشان احافظ على كذا حاجه. حضرتك اول حاجه لازم احافظ على العماله اللي شغاله على الشده المعدنيه. وفي نفس الوقت التحدي الثاني اللي كان بيقابلنا ان انا بحافظ على المره والسيارات، وفي نفس الوقت حضرتك وانا شغال على الواجهات جميع المحلات اللي موجوده كانت بالفعل شغاله ومحدش اتضر ومحدش اتاثر باي حاجه. احنا دلوقتي بنتكلم تقريبا في 500 مبنى تضمهم القاهره الخديويه. تقريبا خلصنا منهم تقريبا 300 مبنى تقريبا. خلاص ده تم تاهيلهم بالفعل تقريبا، فاضل حوالي 200 تقريبا، ودي خلاص يعني تقريبا عدينا النص يعني. تمام. ايه تاني اشتغلناه في خطه التطوير؟ احنا وثقنا توثيق معماري لجميع العقارات دي، وتوثيق فوتوغرافي يعني كل التفاصيل اللي موجوده على الواجهات اتوثقت، توثيق معماري وتوثيق فوتوغرافي، وده بيفيد كتير جدا في ان احنا بنبين ازاي كانت الواجهات عامله ازاي، ودلوقتي بعد التدخل شركه مولي العرب وصلت لمرحله ازاي. اظن يا باشمهندس نفس الجهد تم في تطوير قصر البارون مثلا خارج منطقه القاهره الخديويه. اكيد طبعا يا فندم. بقول لحضرتك برضه عملنا نفس الاختبارات ونفس التحاليل اللي قدرنا نعرف بيها واجهات القصر لونه ايه الاصلي، وقدرنا عن طريق الاختبارات دي نعرف ايه هو اللون الاصلي للقصر واللايرز برضو اللي متكونه منها. طبعا حضرتك عارف ان الزخارف اللي موجوده على واجهات قصر البارون ترجع للطراز الهندي وتفاصيل كتير فيها تفاصيل اكتر بكتير طبعا. كمان قدرنا من جوه في القصر من جوه الرخام اللي مستخدم في القصر كانت فيه طبعا منه اجزاء مفقوده، قدرنا نستكملها من نفس النوعيه، حتى لدرجه ان احنا كنا ساعات بنستورد
الرخام من بره عشان نقدر نوفق بين اللي موجود وبين اللي الاصلي عشان نرجع الشيء لاصله. القطع في خرده من الرخام موجوده جوه الاصل، قدرنا تاني نعيد تجميعها، وده بياخد وقت ومجهود كبير طبعا. الناس اللي بيشتغل في اي منشا جديد بيبقى سهل، لكن لما حضرتك بيبقى منشا من تراث حضاره بتحافظ عليها بيبقى الموضوع صعب ان انت ترجع شيء لاصله. انتوا برده خرجتوا للقاهره الفاطميه، خرجنا يعني للقاهره الفاطميه، نفس جهد التطوير شارع المعز بالكامل في جامع، شغلنا في وشغالين دلوقتي في اكتر من مسجد، شغالين في مسجد الرفاعي، شغالين في مسجد الامام الشافعي، كان عندنا في شارع الصليبه برضو مسجد القلعة. شيخ البحري في القلعه، مسجد الامام الليث. دي كلها مباني او مساجد ترجع للعصر الفاطمي وما قبل العصر الفاطمي. وما قبل العصر الفاطمي طبعا. طيب التطوير الاكبر الابرز اللي شفناه كلنا تطوير ميدان التحرير. تمام يا فندم. وده اظن في جهد متداخل بين اطراف كتير عشان نوصل في الاخر لهذا هذه النتيجه يعني. تمام، يعني حضرتك لو بصينا على ميدان التحرير دلوقتي هنلاقي ان هو عباره عن متحف مفتوح بيجمع بين حضارتين، الحضاره الفرعونيه متمثله في المسله والكباش، وحضاره القاهره الخديويه. تمام. احنا اشتغلنا في نقلنا المسله وكان تحت اشراف وزاره الاثار، نقلناها من صون الحجر وجت لميدان التحرير بجانب الاربع كباش اللي موجوده حاليا، واجهات العقارات بتاعه ميدان التحرير المطله على ميدان المطله دي بقى القاهره الخديويه، مجمع التحرير برضو اشتغلنا فيه حضرتك، وجبنا برضو من الاول من كوبري قصر النيل، احنا اللي شغالين في كوبري قصر النيل، وكوبري قصر النيل اشتغلنا الارصفه بتاعته اشتغلناها جرانيت، والسور الحديد اللي موجود الفيرفو دي ده كله رجعنا الشيء لاصله بنفس حاجه، حتى لو في بعض الاستكمالات البسيطه من الزخارف او استعدال بعض الزخارف اللي موجوده كانت في السور او في اعمده الاناره. هو الرائع جدا ان احنا دلوقتي في شارع في حي او في القاهره الخديويه كان مزدحم جدا بالمره وبالسيارات، دلوقتي بقى ممشى. تمام. ممشى كامل على اطرافه في مشروعات سياحيه او ترفيهيه. تمام. وده برضو ارجاع شيء لاصله مع تحسينات عليه، مع وجود تحسينات عليه. طبعا هو انا اقول لحضرتك على حاجه، هو انت حضرتك وانت ماشي في الشارع دلوقتي وبتبص على الواجهات بتحس بفخر. فخر ان انت قدرت تحافظ على 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 التاريخ والحضاره. بس الفكره اللي زار عواصم خارجيه ممكن يعرف بالفعل قد ايه احنا حافظنا على اثر وقعدنا رونق. تمام. وقعدنا بصمه مختلفه. تمام. للعاصمه القاهره. تمام. من العقارات والواجهات اللي خدت مجهود جبار ويمكن كان الجهد فيها متضاعف، عمارات القاهره الخديويه اللي في شارع عماد الدين، لان حتى واحنا بنعمل الاختبارات والابحاث لقينا ان بعض القطع الزخرفيه اللي موجوده على الواجهه كانت ملزوقه بورق من الذهب، ورق ذهب، واحنا عملنا كده رجعنا الشيء لاصله. في بدايه استلام الواجهه ما كانش باين كل دوت، لكن مع الاختبارات والتحاليل والابحاث والدراسات، وان احنا بقول لحضرتك فريق العمل كان قاعد بيذاكر، بنجيب صور ومن على النت وكل واحد قاعد، فريق العمل كان حابب الموضوع، حابب حاسس ان دي حاجه مشروع قومي كبير. هو بالفعل مشروع قومي. واحنا كنا كلنا بنهدف على على نجاح المشروع. طيب بقى لنا قد ايه في خطتكم عشان نوصل لاكتمال الصوره؟ يعني هو تقريبا ناقص لنا الجزء اللي حضرتك قلته ان هو تقريبا 200، بس احنا دلوقتي بدانا برضو نرجع تاني للابحاث والتحاليل. لكن برضو عندنا مشاريع تانية المقاولين العرب اشتغلت فيها، زي متحف قصر عيشة فهمي ده في الزمالك، متحف محمود خليل، كل ده اشتغلناه. طبعا مجلس النواب دلوقتي طبعا حصل تطوير فيه بالكامل، المنظومة كلها اتغيرت، وبرضو مع الحفاظ على ان الجزء الاثري اللي موجود في مجلس النواب قدرنا نرجع الشيء لاصله برضو.